جميع حلقات هذا المسلسل متوفرة على وياك مجاناً وبجودة عالية. هاي وحدة ساحرة اجت عالضيعة وسحرت لي حفيدي. بتكون ساحرة؟ جبتك لهون خصوصي مشان تقدر تفكي السحر عن حفيدي. بس يا ستي شو بيطلع بإيدي أنا؟ ليش؟ ما بدك تحاولي تعملي أي شي كرمال تقدري تتجوزي من حفيدي الغالي؟ ما سمعتي يعني؟ سافيتري اللي واجهت كل مشاكلها وعملت كل شي لتنقذ حياة جوزها. وضعك انتي بيشبه وضعها، لازم تقاتلي هالساحرة لتاخدي راقه وتخلصيه من السحرة ويصير إلك انتي. إذا ضلت عم تعمل له فطاير وتعلمت منك تعمل الخبز المحشي أكيد وقتها هي رح تفوز براقه وتتزوجه. لازم تنتبهي مظبوط. طيب شو بدي؟ لا تعملي شي، بس وقفي اللي عم تعمليه مشان ترضي حفيدي. وقفي. انتي مفكرة انه حفيدي بيحب بنت المدينة من كل عقله وتفكيره؟ معقول يا جدبة؟ لا، هي بنت المدينة الساحرة هي اللي عملت فيه هيك. معقول حفيدي يرضى يتزوجها لو ما ساحرته؟ لا، ومهمتك انتي تخلصي حفيدي راقو من سحر هالبنت بأسرع وقت. عم تفهمي علي؟ وبعد ما تنجحي بهالمهمة الصعبة انا رح زوجك من حفيدي، وهذا وعد ستك إلك. قولي عندك قدرة؟ بس أنا يا ستي أنا كتير بتهمني سعادته. ما حدا بالعالم أفهم من الكبار بسعادة أولادهم. معقول ما بدك خاف على مستقبله وزواجه وسعادة حياته وسعادة عيلته كلياتها؟ لهيك بدي اياكي تدخلي بالمعركة حتى تبعدي هالساحرة من الضيعة وكل الأمور بعدها رح تكون تمام. اوعك تستسلمي. شو ليش ساكتة؟ ساحرة المدينة رح تتمادى وتعمل شو ما بدها وانتي ساكتة هيك؟ اسمعي بنتي، انتي بنت طيبة ومرباية، لهيك بدي اياكي انتي تتزوجي حفيدي وما عندي مانع. ما بدك تقومي بهالمهمة؟ ما بدك تطيعي ستك وتخليها ترضى عليكي؟ ستي إذا أنت كنتي رضيانة عني فعل أكيد رح أنجح بمهمتي الصعبة ورح أبذل كل جهدي. قد ما شعوذت هالساحرة وعملت حيل وألاعيب علينا، أنا لازم فوز بحبه لحفيدك.